من فضلك طلع موبايلك، ابعت رسالة دلوقتي وانا هعمل كده معاكم دلوقتي لخمسة من حبايبك، ابعت له الرسالة دي: يسوع هو الملك. نعود الرسالة دي تصل للعالم كله: يسوع هو الملك. ابتداء ما جه المسيح لغاية النهاردة هو الملك، بيعلن للكل هو الملك، الملك الوحيد المتوج. العالم كله جامع على انه ميلاد المسيح هو ايه؟ بداية تاريخ جديد، بداية ملكه على العالم كله. هكذا احب الله العالم. من فضلك طلع موبايلك، كنت تصدق الكلام ده، اما كان الكلام ما وصلش لقلبك اقفل موبايلك ما تطلعهوش. كنت مصدق ابعت لخمسة من اصحابك او حبايبك او قرايبك: يسوع هو الملك. يمكن يرد عليك ويقولك تقصد ايه، قول له اللي انا قلته لك كلمتين دول، احكي اللي وصل لقلبك. عايزين نتوج المسيح ملك على العالم النهاردة. نفسي تصل الرسالة لمليون واحد: يسوع هو الملك. بالمفهوم ده، بمفهوم خلع الثياب، بمفهوم الفرح به، بمفهوم الهتاف والتسبيح، بمفهوم الملكية، قول له يا رب املك على قلبي، على جوانب قلبي. مش وقت زعل ولا وقت غضب ولا وقت امس ولا وقت انت مين وانا مين وانت مين ولا وقت الكنيسة دي والكنيسة دي، ده وقت ملكية المسيح عليك. من فضلك، هذه هي التوبة. المسيح جاي يقول لنا ما معنى كلمة توبة؟ انك تملكه عليك.